مساء الخير، أنا لبنى وهذه ملفات اليوم. رفع الأسعار، هل ينهي أزمة الدواء في مصر؟ ماذا تحتاج الأسواق من الفيدرالي وهل يحقق أمانيها؟ وبين بايدن وترامب، من هو المرشح المفضل لوول ستريت؟ في مارس الماضي قررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه. هذا القرار كان له بالتأكيد تأثير مباشر على عدة قطاعات، لكن أبرز هذه القطاعات هي صناعة الدواء، لأن التراجع القوي اللي صار في سعر الصرف الرسمي للجنيه ضاعف من تكلفة استيراد وحتى تصنيع الأدوية محلياً. وللخروج من الأزمة قدمت شركات الأدوية طلب لهيئة الدواء لرفع الأسعار بنسبة قد لا تقل عن 50%. هذه الطلبات بالتأكيد أثارت مخاوف شريحة واسعة من المصريين اللي قد لا تتناسب الزيادات المطلوبة في أسعار الدواء مع زيادات أجورهم الأخيرة. لكن في المقابل فإن عدم رفع الأسعار قد يعمق خسائر شركات الأدوية، وهذا قد يتسبب بنقص بهذه الأدوية في السوق المحلية. الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية: السلع الغذائية بكل مشتقاتها، الأدوية، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. بس للمعلومات، الدواء في مصر هو سلعة استراتيجية كما ذكر الآن البرايم مينستر أو رئيس الوزراء المصري، واللي يعتبر من يعني أولوية من الأولويات، وهي لها بالتأكيد بعد اجتماعي أيضا. تخضع للتسعير الإجباري، يعني أي قرار بتحريك سعر صرف سعر الدواء في مصر يجب أن يتم فعليا بموافقة الحكومة. سأتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا، وبالتأكيد كل هذه الزوبعة اللي عم نشوفها اليوم بمصر حول هذا الموضوع، معي من القاهرة الدكتور علي عوف، هو رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. نحن ننتظر أيضا انضمام السيد محمد فؤاد من المركز المصري للحق في الدواء كمان، لحتى يكون عندنا رأيكم والرأي الآخر. بس أنا بدي أبدأ معك بالمطالبات التي وصلتكم من التجار، من صناع الأدوية ومن المعامل. خلينا نفهم أول شيء سبب المشكلة والسبب اللي عم يطالب من وراء أن يكون في رفع لأسعار هذه الأدوية، والرفع شو هو، على أي أدوية، كم عدد الأصناف، وقديش النسبة المطلوبة. خلينا بس ناخذ الفكرة العامة بداية. أولا الدواء كان حضرتك تفضلتي قلتي بس الوزراء ذكر سلعة استراتيجية، وهي أمن قومي، ليها بعد صناعي. بعد صناعي ده يبقى تحطي في الخط، يعني النهارده البعد الاجتماعي شيء اساسي في صناعه الدواء. النقطه الاساسيه برضو زي ما احنا ذكرنا ان ثلاث سلع في مصر متعاره جبري: الخبز بثمن فلوس ما زال، والبترول والبنزين، والسلع الخبز والبنزين الدوله حكومه داعمه. اما الدواء فطبعا ده ما يبقى خواف عايز الدواء، لأنها بتحط دايما ضوابط في الأسعار وضوابط في تحديد الأسعار، وبالتالي لا يوجد رفاهية أو إمكانية لمصنع الدواء إن في حال زيادة التكاليف إنه يزود الدواء إلا من خلال هيئة الدواء، وإلا تبقى فيها مشاكل كبيرة في المعرفة.
هل الهيئة متجاوبة ومتوافقة معكم حول إمكانية رفع الأسعار؟ الهيئة أدت للشركات مهلة 15 يوم يقدموا طلباتهم، وال 15 يوم انتهوا منذ أكثر من شهر، والهيئة حاليا في مراحل الدراسة. ما تم التقدم فيه في حدود 700 أو 800 مستحضر. المستحضرات اللي تم التقدم ليها يوجد في مصر 17,000 دواء متداول، تمام؟ فاللي مش هيتقدم مش هيتحرك سعره، وبالتالي الهيئة بتدرس بحيث دي الأدوية الأكثر مبيعا والأكثر حركة. هذه الأدوية قد تشمل أدوية ضغط، أدوية سكر، مسكنات، مضادات حيوية، فيتامينات، على حسب كل شركة وأولوياتها في الطلبات للتقديم. جميل. هل في هناك نسبة محددة أنتم بتشوفوها أنه قد تكون عادل اليوم؟ هل في أصناف محددة ترفض الهيئة الكلام على رفع أسعار لها نهائيا؟ أولا هي الهيئة بتدرس من ناحية أنه الأدوية اللي هي الأمراض المزمنة هي بتبقى أكثر مشكلة، لأنه هنا المواطن بيتحمل من جيبه الدواء الأمراض المزمن علاج شهري، فده راتب أو مصروف المواطن بيتحمله، وبالتالي هنا التحريك بيبقى في أضيق الحدود للأمراض المزمنة. أما بقية الأمراض اللي هي زي المسكنات أو مضادات الحيوية دي بيبقى فيها مساحة أن التحريك يبقى أعلى، وبالتالي أنت هنا لما في عنا مشكلة، في عنا مشكلة بالصوت يا دكتور علي، الصوت انقطع مع الدكتور علي. خلونا ناخد بريك ونرجع. على ما يبدو أن الصوت صار تمام مع الدكتور علي عوف، وأيضا أرحب بالسيد محمد فؤاد، هو المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء. مرحبا بكما، خليني أشوف إذا الصوت صار واضح مع الدكتور علي، لأنه بدنا نكمل الحلقة. يا دكتور علي تفضلوا. خليني أسألك يا أستاذ محمود فؤاد، ما بعرف إذا كنت عم بتتابع معنا الحلقة وشفت الدكتور علي شو ذكر. أنا بعرف أنه من جهتكم أنتم عندكم مشكلة بهذه الارتفاعات ولا تريدون أن يكون هناك رفع للأسعار على الإطلاق. أنا بس سؤالي لك، إذا لم يكن هناك رفع للأسعار، هذا بده يخلي في عندك نقص بالدواء، وجهة نظرك بداية؟ اولا اهلا وسهلا بحضرتك، اتمنى انك تكوني سمعاني. انا سمعت الدكتور علي عوف من شهور هو بيتكلم نفس الكلام. انا مؤمن باللي هو بيقول عليه، المؤمن صناعه الدواء في مصر 95% منها بيجي استيراد من الخارج، انا متفاهم كده كويس جدا. لكن فكره ارتفاع الاسعار ما حلتش المشكله مع اول قرار لتحرير اسعار الصرف في 2017، وصلنا للنقطه صفر مره اخرى. ما عنديش ضمانات ان بعد ما يتم زياده الاسعار ان السوق عندي يستقر. السوق عندي كبير جدا جدا في مصر. انا من سنتين بالضبط عندنا شكاوى يوميه
لنقص الدواء، لدرجة ان انا عايز اقول لحضرتك النهاردة عندنا بعض الاصناف اللي هي لوكال اللي ما كانش يعني ايه مش مهمة قوي قوي، مش موجودة في السوق، فما فيش اي ضمانات تقول ان اسعار الدواء او الصناعة هتستقر طول ما هو في استيراد من الخارج. على الشركات المصرية انها احنا عايزينها تشتغل وتكسب كل حاجة، ولكن في ظرف اقتصادي موجود حاليا في مصر، في اعباء كتيرة جدا على المواطن المصري، فيجب يعني بشوية بشويش نشوف الأدوية طيب. المهمة اللي هنا أوكي نحركها، ولكن يعني في اتفاق، يعني في اتفاق دكتور علي قال انه دكتور علي، بس في نقطة مهمة ذكر الأستاذ محمود انه حتى لو رفعت هذه الأسعار هل هناك ضمانات لاستمرار وجود وتوافر هذه الأدوية في السوق؟ مشكلة الدواء فعلا كما ذكر مستمرة منذ سنين، فما الحل لها؟ هل الحل هو الرفع، رفع الأسعار؟ هو رفع الأسعار ده على أساس أنه تعويض لزيادة التكاليف والأعباء على الصناعة، ولكن موضوع نقص الدواء حضرتك إحنا لما نيجي نقول دواء نقص نحدد الأدوية الناقصة إيه؟ وهل إحنا هذا الدواء الناقص؟ يعني مثلاً أنا لما يبقى عندي ثقافة مواطن إن أنا عايز دواء باسم تجاري محدد، هل هذه الثقافة من الناحية العلمية سليمة؟ هل عادات الأطباء بكتابة بعض الأصناف باسم تجاري معين والإصرار عليها دون وجه أي وجه علمي سليم؟ لأن كل الأدوية مفروض مراقبة وتحت رقابة شديدة وفي لها جودة عالية. القصة قصة في نقص الدواء، لو أنا روحت للصيدلي قلت له الدواء بتاعي اللي أنا مش لاقيه هل له مثيل موجود زي بالظبط بنفس الكفاءة وسعر أقل، الصيدلي حيديني لا يوجد نقص دواء بالاسم العلمي، ولكن يوجد نقص دواء بالاسم التجاري. في أوروبا وأمريكا اللي إحنا جايبين منهم العلم يطبق الاسم العلمي، محدش يكتب الاسم العلمي. هذا كلام صحيح، وخليني أنقله للأستاذ محمود. يا أستاذ محمود بالفعل ليش هي الثقافة اللي موجودة عنا نحن وموجودة يعني كما ذكر الدكتور علي إنه نحن بدنا الاسم التجاري للدواء، ودائما بنعتبر بأنه المنتج الأجنبي أفضل من المنتج المحلي، وهل بالفعل هذه الجزئية هي مشكلة؟ يعني هل هي جزء من المشكلة أصلا؟ ده حقيقي فعلا زي ما الدكتور علي بيقول، أنا مع إن احنا نفتح المجال للمنتج المصري، بس أنا دلوقتي حاليا عندي مشكلة حالية. أنا دلوقتي ما عنديش طرف فكرة إن أنا أقول للمواطن المريض إن في براند وفي مثيل وفي بديل، أنا عندي مشكلة حقيقية إن المواطن مش مكتوب عليه إنه يلف كعب داير عشان يجمع روجيتا واحدة فقط. فأنا بتكلم إيه هي الحل؟ بلد زي مصر تعداد سكانها أكثر من 105 مليون، 61% منهم هم فقط اللي تحت التأمين الصحي القديم، بينما في عشرات الملايين موجودين في مصر ما فيش أي وسيلة تمويل دواء ليهم. أعمل أنا إيه في اللحظة الحالية؟ أزود الدواء وبعد سنتين ثلاثة أرجع تاني لنقطة الصفر؟ أنا سأشكر حضوركم معي اليوم. لازم يكون في حل سريع، وعلى الحكومة المصرية إنها تتخذ إجراءات. أنا ما عنديش مشكلة إن هم يعملوا تسهيلات للشركات، ولكن لازم كلنا نحط في اعتبارنا إن الدواء أمن قومي استراتيجي مصري، والحكومة دائما ما بتذكر بأنه هذا الموضوع مهم جدا لألا. طبعا الموضوع برسم الدولة، وإن شاء الله بيكون في حل بأسرع وقت، وتمنياتنا للجميع بالصحة دائما وأنه ما حدا يحتاج دواء. شكرا جزيلا لك من القاهرة الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية، وأيضا ضيفنا الكريم السيد محمود فؤاد عفوا المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء. شكرا جزيلا لكما. ساعات قليلة تفصل المستثمرين والأسواق عن قرار الفيدرالي، ورغم أن الأسواق تستبعد احتمالية خفض الفائدة اليوم إلا أن المستثمرين يترقبون أي إشارة يلمح فيها البنك لإمكانية خفض الفائدة هذا العام، تحديداً بعدما سجل الاقتصاد الأمريكي بالربع الأول أسوأ أداء في 7 فصول. البنك يواجه حالياً مأزق أكثر من الذي يواجهه المستثمرون. لماذا؟ لعدة أسباب. الأول، الاقتصاد الأمريكي يتباطأ، وفي نفس الوقت التضخم بدأ يرتفع، وهذا يرفع من مخاطر ما يسمى بالركود التضخمي. هذا إضافة إلى أن أصابع الاتهام بدأت تتجه للفيدرالي الأمريكي من قبل الديمقراطيين بأن تأخير خفض الفائدة تدخل في السياسة
وأيضا في الانتخابات الأمريكية المرتقبة. إذن كيف سيتم التعامل مع اجتماع مع قرارات الفيدرالي اليوم، وكيف يؤثر ذلك على المناخ الاستثماري العام والانتخابات الأمريكية المقبلة؟ ما الذي قد يخيف المستثمر وما الذي قد يفرحه؟ للمزيد ينضم إلينا من نيويورك العضو المنتدب في جلوبال SWF دييغو لوبيز. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا. السوق اليوم لا يتوقع أن يكون هناك رفع لمعدلات الفائدة، لكن السوق اليوم سوف ينتظر أي كلمة أو تلميح من الفيدرالي الأمريكي. ما الذي تراقبه اليوم؟ طيب يومكم جميعا وشكرا على استضافتي معكم اليوم. أعتقد أن من الأرجح أن البنك الفيدرالي لن يرفع المعدلات الفائدة اليوم، ولكن من المحتمل أن يحصل ذلك قبل انتخابات نوفمبر. وأعتقد أن معظم الصناديق السيادية والمستثمرين الفرديين بدأوا يحسبوا ذلك ضمن القرارات الاستثمارية التي سيتخذونها. إذن حتى لو كانت هناك قرار قصير المدى، أعتقد أن رفع الفائدة أو خفض الفائدة سيحصل قبل نهاية العام وستعود الأمور إلى مجاريها. سيد لوبيز، اليوم أهم تحديين في العالم هم موضوع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، الجيوبوليتيكال تنشنز اللي هي المشاكل الجيوسياسية، يعني في عنا حرب بأوروبا وعنا حرب في الشرق الأوسط، وبالتأكيد رقم ثلاثة اللي سأناقشه معك لاحقا موضوع الانتخابات الأمريكية. في ظل هدول التحديين، هل عم بتشوفوا في اختلاف بتوجهات الصناديق السيادية في الوضع الحالي؟ وهنا طبعا السؤال ينشق إلى قسمين، القسم الأول هو عالميا وثاني في المنطقة، يعني كل صناديق سيادية عالميا شو الترندز اللي موجودة، وفي المنطقة كيف اختلفت مع هذه التحديات؟ في سيناريو عدم اليقين، نحن رأينا التأثيرات على الأسواق المالية خلال الأيام الثلاثين الماضية، فنعرف أن السندات والأسهم كانت انخفضت، وأعتقد أن المستثمرين قلقون بشأن كل هذه الأحداث، وأعتقد أنهم أيضا يأخذون بالاعتبار محاولة تنويع الاستثمارات في مختلف الصناعات وعلى الصعيد العالمي. كما ذكرت، أعتقد أن الصناديق السيادية ستحاول قدر الإمكان أن تعتمد على توازن بين الولايات المتحدة والصين والأسواق النامية. وأعتقد أن على صعيد المنطقة الأمر مثير جدا للاهتمام، لأننا رأينا الكثير من الصناديق السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تستثمر فقط في أوروبا والأسواق النامية والولايات المتحدة، ولكن أيضا على الصعيد الداخلية. بالتالي نحن نرى الكثير من الصناديق الإماراتية والصناديق السعودية التي تستثمر في المنطقة، وأعتقد أن ذلك يمثل أو يزيل عامل عدم اليقين الذي نراه على الصعيد العالمي. سيد لوبيز، في هناك تحرك واضح للبنوك المركزية العالمية بزيادة الهولدينجز أو الحيازة من الذهب. نحن طبعا هذا أثر بالتأكيد على سعر الأونصة، نحن من أول سنة عم نتحدث عن حوالي 10% تقريبا من الارتفاعات. شو الدلالات بالنسبة لك؟ نعرف أن البنوك المركزية دائما ما تكون متجهة نحو الاستثمار بالذهب أكثر من الصناديق السيادية، فتاريخيا رأينا عدد منخفض من الاستثمار للصناديق السيادية في الذهب، ولكن أعتقد أن ذلك سيتغير في المستقبل إذا استمرينا في رؤية عدم اليقين والاضطرابات الجيوسياسية التي نشهدها اليوم. بالتالي نحن نتوقع الصناديق السيادية أن تزيد قليلا مستوى استثمارها واحتياطها من الذهب، بالإضافة إلى احتياطها من الدولار الأمريكي، وذلك لدرء أي مخاطر. جميل. طب ما الذي يعنيه ذلك للذهب والدولار؟ يعني أنت عم تقول أنه ممكن تشوف زيادة في الشراء لكل من الذهب والدولار، هل هذا يعني الاستمرار المزيد الارتفاعات على الذهب وقوة زيادة للدولار؟ شو توقعاتكم هناك؟ نعم بالطبع، تاريخيا نعرف أن الصناديق السيادية في الشرق الأوسط حاولت أن تنوع استثماراتها بعيدا عن الاقتصاد الأمريكي، أكان في الصين في أوروبا أو الدول النامية الأخرى، ولكن من الصعب جدا فعل ذلك اليوم، لأن نعرف أن معظم الفرص بالإضافة إلى معظم الاستقرار يتأتى دائما من الغرب. وأنا أعتقد
ستستثمر هذه الصناديق بالحصول على السندات وعلى احتياطي الذهب والدولار الأمريكي في ملفاتها أو حقيبتها المالية. اليوم في استحقاق البعض يعتبره أنه مخيف نوعا ما للمستثمرين، يعني من سوف يحكم البيت الأبيض والانتخابات الأمريكية بالفعل سوف يكون لها تأثير كبير. ما هو أكثر ما يقلقك في السيناريوهين اللي أمامنا في هذه الانتخابات؟ أنت محقق في ذلك. معظم المحللين يقولون أن دونالد ترامب هو الذي سيعود إلى البيت الأبيض وأن هذا احتمال مرتفع جدا، وأنا أعتقد أن معظم المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية تدرك هذا السيناريو جيدا، وأنا أعتقد أن السياسات الخارجية ستكون مقيدة أكثر وسيكون أيضا هناك توترات جيوسياسية التي ستؤثر على سياسة الاستثمار والأنشطة الاستثمارية. وبالتالي أعتقد أنه في أي حالة تستمر الصناديق السيادية بالحصول على دعمها من العائدة النفط والمستويات الممارسات التي نراها اليوم، وبالتالي هي بحاجة إلى ضخ رؤوس الأموال في العمل كان في الولايات المتحدة الأسواق النامية أو في الصين. وبالتالي حتى لو عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وكانت هناك تصاعيد للتوترات الجيوسياسية، أعتقد أن المستثمرين سينظرون دائما في فرص للاستثمار في الأسواق المختلفة والحفاظ على توازن بين استثماراتها في الغرب والشرق. بشكل عام نحن بانتظار أو متشوقون لمعرفة ماذا سيحصل، ونحن نراقب عن كثب الصناديق السيادية، وأعتقد أن ستكون هذه السنة مثيرة جدا للاهتمام لا سيما مع كل الأحداث الجيوسياسية التي تقع وأيضا الانتخابات المتوقعة في الولايات المتحدة. والله كلنا متشوقون يا أستاذ دييغو، وندعو أن يكون ما فيه خير. شكرا لك من نيويورك، كنت معنا العضو المنتدب في Global SWF دييغو لوبيز. هذه كانت ملفاتنا في بزنس معي أنا لبنى، ألقاكم غدا في نقاشات جديدة تهمكم. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بألف ألف خير.